وجبت التلحين على جربة، جبت التلحين على جربة وجربة، وجبت التلحين ولت مقصد سواحين في جربة، جربة وجبت الغناية على جربة، جبت 2014 اثبت علينا العقرب هذه، قلنا هذه عقرب نقمه، وصلنا حتى بطلنا الخدمه ما معاش نخدمه، واخذ 3 شهور تعصيب في النار قديم ما يخدموش، اللي يرمي شباك ما عاد يطلع شيء، حتى لين ولت ما شاء الله قسم جبه ربي نعمه. المناخ قاعد يتبدل، تو زادت الروزي من عم نول بدت، يحتمل نقول ان شاء الله ميسره باهي حتى هيك. هما نساء بغرارة عندهم برشا انشطه موازيه، يعني ما همش نساء مختصين كان في جمع القفاله كهو، يخدموا لاحه ويخدموا زادا يرقعوا شباك للبحاره سواء نتاع بغرارة والا حتى المناطق الاخرى المجاوره، جربه جرجيس سيدي مخلوف. منطقة مشهورة بزراعة الدروع، ونساء يستغلوا حتى المخلفات نتاعها باش يصنعوا لطبيب السرقو اللي يبيعوهم ويدخلوا بهم يعني مدخول آخر بخلاف يعني مدخول من القفالة ولا من حاجات أخرى. خدمت لمرة المحار برشا، وبعتالي خدمت البمسيك بنقص المحار ونقص الببوش هذا، بديت نخدم في البحر مع راجلي في فلوكة، معناتها فلوكة زي هذه كبيرة شوي، نربط الشباك معاه، شباك الشبان نربطها، شباك الحوت نربطها هنا في الدار، ونرجع شباكنا للبحر، وبعتالي نخرج شوي نخرج فما بلاصة تنزح لها البحر، لقيت فيها الزيوت من هذا القرداش، لقيت جيب من 100 ل 150 كيلو هيك، زوج شكاير 3 شكاير كبار، اما برشا ناس كانت ما تعرفهاش، وتو برشا ناس من الباقات بدات تراجع، فهمتي ديما تجي تسال عليه. أنا نصنع في الثلج بالضوء، نحب نطور المشروع بتاع صنع الثلج، نرجعه بالفوتوفولتايك، هاكم تشوفوا الشمس معناها تبارك الله موجودة عام 12، باش نحسن في المنتوج وديما الثلج موجود بأقل تكلفة. احنا توا في ميناء السيد البحري بزرجيس، فيه برشا مصانع نتاع التحويل وتاع التكوين، وعندنا في زرجيس مركز نتاع البحث العلمي والتكوين. تربيه الاحياء المائيه في تونس بدات من ولايه مدني، وفيها من موارد طبيعيه ما يشجع على احداث مشاريع تربيه الاحياء المائيه بمختلف اصنافها. المجمع هذايا تاسس اكثر باش نحاولوا ناطروا الشباب اللي قاعدين يخدموا في المهنه هذه، كونكو هم يحافظوا على المهنة في الجود بتاعهم، وقاعدين يحافظوا لنا على الثروة السمكية، ومنطوم باش نحاولوا نوفروا مناخ اجتماعي ملائم باش نقصوا من حكاية الحرق. المصايد الثابتة ورثناها أب عن جد، المواد الأولية اللي نستعملوها فيها معناها مواد طبيعية خاصة الجريد، ونعملوا به معناها ديستركتور ناتورال ايكولوجيك، نعملوا بها تصميم معين باش نشدوا الحوت باريتاب. هي من الايجابيات تاع الزرايب كونها تمثل ان بلاتفورم في البحر اللي نجموا نستغلوها كيما ريسيف ارتيفيسيال، ينجم تحتمي فيه عده كائنات حيه كيما معناها مهدده بالاندثار. On peut garantir avec les pêcheries fixes une fraîcheur inégalable du produit. Parce que en fait, il reste dans la dernière chambre vivant jusqu'à ce que les pêcheurs viennent le récupérer. Ça a un potentiel d'être vendu plus cher de point de vue qualité. Aussi, il peut y avoir des synergies avec le tourisme, les restaurateurs, etc. Donc ce procédé peut justifier un prix plus haut parce que la qualité est meilleure. Et donc peut-être que les gens voyageront pour goûter aux produits frais de l'île. عملية الصيد بالشرافي هي سوز اكسبلواتي، مش بركة للصيد الأسماك، مي حتى للترفيه، نموذج آخر للسياحة. لو كان عندنا تشريع كافي، قانون يسمح لك باش تستغل البلاتفورم هذوما للصيد الترفيهي وإلا للسياحة. Il suffit donc de puiser dans la nature, mais ne pas l'épuiser.